شيرين قنيدل 24 سنة، لاعبة فريق النادي البلدي العيون. لعبت في الصغر ديالي بنمسيك، ومن مورا يوسف يتبرشيد، ومن موراها الرجاء الرياضي والوداد، ودابا النادي بشكطاش في تركيا، ودابا النادي البلدي العيون. الكرة أحببني فيها خالي من الصغر، هو اللي خلاني نزيد نبغيها. وكان وقتي كامل كتعطى الكرة، أبار القراية بيان سور اللي توفقت فيها الحمد لله. والكرة عشقتها، كندير البليزير ديالي كيف أي واحد كيدير البليزير ديالو في الخدمة، في القراية، شي حاجة كيبغيها، في الرسم، بحال هكاك الكرة ملي كتكون في الطيران بحال هكا ترسم، كتكري شي حاجة من عندك. ملي كنت صغيرة كاين اللي تقبلوها دارنا، ولكن في الحي ديالنا ولا داكشي كانوا كيقولوا امات من هنا للقدام راه ما فيها والو، غتضيعي وقتك، ديري شي حاجه قابله قرايتك وداكشي. ولكن بقيت معها حتى توفقت فيها الحمد لله، ودرت وفقت في بجوج في القرايه وفي الكره. الليسونس عندي في الانجلي. المضايقه اصلا كتكون انت ابار الكره كتضايق في بزاف الحوايج، من الستيل ديالك، من شي حاجه مبدله فيك غادي تضايق، في الشعر، في الستيل، في اللبس، اي حاجه يعني ابار سا انت غتبقاي متبوعه واخا الكره وهداك الشيء، ولكن متبوعه حيدو حنا الكره، ولكن غير لو ستيل ديالك غيتبعوك الناس. يعني الا جينا نتبعو داك الشيء ما غاديش نديرو البليزير ديالنا حنايا، يعني ما غادي نوقفو حنا ما نديرو والو. في نظري هذوك اللي كيقولها ما كيعرفوش كاع شنو هي الكره، ما واعيش، ما قاريش، بزاف الحوايج هما في الوسط اللي عايشين فيه بعدا ما عندهمش الوعي والو، عايشين باقين عايشين في الثمانينات التسعينات، باقين حاقرين المراحيض، هما حاقرين راسهم كيحقروا المراه، هذاك الشيء علاش. وكلاعب كنحاول نتحسن في اللعب ديالي ونزيد لقدام، ونبين لهم بان راه المراه المغربيه ولا المراه اللي كتلعب الكره راه عندها وقاده. علاش كتكون الكواليس عائليه وزوينه، والمراح واخا كيكون الغاوت وداكشي كيكون الدم سخون وستريس وبزاف الحوايج كيكونوا العين بزاف، يعني عندك واحد الضغط بزاف، ولكن كتكون عائليه، الفرح، الكعياء، كيكون بزاف الحوايج كديرهم ما كديرهمش مع داركم في العام كامل، يعني داركم كتشوف فيها غير شهرين ولا 3 شهور، اما انت راه 6 موا وانت مع ليكيب ديالك. عندنا واحد الاحساس اللي الضغط اول حاجه، جانب النفسي، خاصنا نربحوا وخاصنا نفرحوا الناس اللي متبعينا، وخاصنا نفرحوا الستاف، خاصنا بزاف الحوايج اللي كيتبعونا اللي ما كيحسش بهم داك اللي كيتفرج، خاصك تلعب مزيان، خاصك تكون رجل مباراه، بزاف الحوايج بحال هادو، يعني كتلعب على واحد الجهات بزاف ماشي غير جهه واحده، يعني كيكون الضغط عليك 100%. ما كاينش فرق، راه بحالنا بحالهم في لونطريمون، بحالنا بحالهم في الخدمه ديالنا، هي الخدمه ديالهم نفس البروغرام اللي كيتعطاهم كيتعطانا حنا، فرق واحد هو هما اعلان مبينهم، وعاد لي كونطري اللي عندهم كيكونوا ماشي فحالنا، هذا هو الفرق. اما فحالنا فحالهم في الخدمه، الا تحطينا البروغرام ديالهم هو البروغرام ديالنا، راه دابا المراه كتقدر دير اكثر من الراجل، وهذاك الشيء علاش الرجاله دابا كيقول لك حاقرين حنا، ولا ماشي حاقرين، هما راه اوتوماتيكمون ما يحملوناش، حيت راه دابا 90% راه في المغرب خدامه المراه على الراجل، 90% كتسوق المراه، بزاف الحوايج الحوادث 90% الراجل هو اللي كيديرها ماشي المراه اللي كديرها، بزاف الحوايج اللي كيسوقوا الطيارات دابا راه 45% على الراجل، على حسب الموقف اللي كيكون، كان الضربه راه كيكون تقدر تغوت على هذيك، ولكن اوميم طو تقول لها سمحي ليا،
فهمتي على حساب الاجواء حتى ديال الماتش. الا كان الماتش ديال الفينال كيكون واحد الجو اخر، كان ديال البطوله يلا باديه كيكون جو اخر على حساب. فاش ما كتكونش عندنا لي زون طريمون كنخرج نشوف صحابي، كندير شي حاجه ما كنديرش فاش كتكون عندنا لون طريمون. بعد خطرات كنتريني ابار لون طريمون ديالنا، بزاف الحوايج شوبينغ، كنمشي نشوف الدار، كنخرج مع الدار، كنحاول نعوض هذاك الوقت اللي عندي عامر، كنحاول نعوضه مع صحابي ولا مع دارنا. اللي كيدير سبور راه بالعكس كاع ما كينسى الانوثة ديالو، بالعكس كيديه ديالو كيتصفى وكيحاول يحافظ على الرشاقة ديالو، والجانب ديال الانوثة كيبقى انوثة والجانب ديال السبور كيبقى سبور. داكشي كيتربى على حسب الوسط اللي عايش فيه هو، واش هو باغي يبقى تبقى تحافظ على الانوثة ديالها ولا هي بغات تهرب لهذاك الجانب الاخر ديال الراجل. ما كرهتش نحترف على برا ولكن صعيب شويه، صعيب ما حد. انا هذا هو المشكل، كون كانت التلفازه وكون كانوا لي ماتش كيتنقلوا راه كانوا غادي يشوفونا الفراقي في برا. راه غير التورنوا اللي كتلعب في سباليون ديجا شافوا الزميله ديالي غزلان الشباك راه بغاوها، غير الظروف اللي ما خلاتهاش تمشي. يعني الاعلام خاصو يلعب دور باش الفراقي اللي في برا يشوفونا ويطلبوا لينا، فهمتي، يطلبوا لينا اللجوء ونمشيو، ما كاينش مشكل. حنايا ميساج هو الشعب المغربي يحاول يعاون الدريات اللي كيلعبوا الكره وبالاخص اللي جايين دابا لاج اللي صغار، يحاول يعاونهم وموتيفيهم وما يحاولش يهبطوهم، حيت الدريات دابا اللي كبار ما كيتسمعوش لهذيك الهضره ومولفين هذيك الهضره عاشوا معها، ولكن هادو اللي صغار لا، ان فوا تقول لهم غير شي حاجه فهمتي غادي يهبطوا. يعني كيكونوا طالعين في واحد النيفو، ان فوا تسمع ديك الهضره ديال اجي بركي راه الكره ما عطاتش الرجال تبقى تعطيك انت الكوزينه الدار بركه عليك تزوجي في اخرتك هي الزواج، هذه هي الهضره اللي كتقال. ولكن الله يهديهم وكنتمنى ما يفرطوش في قرايتهم، يبقاو يقراو يحاولوا يجتهدوا يقدروا يقسموا ما بين القرايه والكره، ونتمنى منهم يا ربي يسهل عليهم، ونتمنى من الشعب المغربي يعاون الكره القدم النسويه ان شاء الله.